للمزيد حول هذا الملف معنا على الهاتف الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. بعد التحية لك دكتور، كيف ترى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة الموجودة الآن في مصر، أثر ذلك على الاقتصاد القومي؟ تحياتي لحضرتك يا أستاذ شادي والمشاهدين. وفي الحقيقة ملف الاستثمار الأجنبي المباشر هو واحد من أهم الملفات على أجندة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأجندة التنمية للدولة المصرية. الدولة أعلنت توجه واضح منذ صياغة رؤية مصر 2030، ويمكن قبلها في عقود سابقة وأنظمة سابقة فكرة التوجه إلى الخارج أو الانفتاح على دول العالم، وهي سياسة معظم الدول النامية انتهجتها في أواخر الألفية الجديدة منذ التسعينات. يمكن في الستينات بعض الدول فضلت ما يسمى باستراتيجية الانغلاق على الذات والاكتفاء الذاتي و عدم التعاون مع الدول الأخرى في العالم إلا في أضيق الحدود. وفي الحقيقة هذه الاستراتيجية هي عكس الطبيعة الاقتصادية، أدت إلى مزيد من التراجعات في هذه الدول اللي كان بعضها بيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر هو شكل جديد من أشكال الاستعمار الاقتصادي للدول وهكذا. وده التاريخ أثبت خلال آخر 30 سنة من القرن العشرين أنه هذه النظرية هي نظرية خاطئة تماما، وأنه الدول التي انغلقت على نفسها أدى ذلك إلى تراجع في معدلات النمو وانهيار في المؤشرات الاقتصادية الخاصة بها. وشفنا في خلال العقدين الأخيرين عندما بعض القرارات الخاصة بالأمم المتحدة لمعاقبة مجموعة من الدول، بيتم معاقبة الدولة من خلال ما يسمى بالحصار الاقتصادي أو إن احنا نقفل عليها اقتصاديا. أيوه. وبالتالي الفكرة الأولى اللي يهمني توصل للسادة المشاهدين إن الاستثمار الأجنبي المباشر مش اختيار قابل لإن احنا نقول هو فكرة قابلة للتنفيذ من عدمه، وإنما هو أمر حتمي تتنافس وليس يعني حكرا على الدول النامية فقط أيضا يا دكتور، لكن أيضا الدول الكبرى ذات الاقتصادات الكبرى هي يوجد لديها استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة. طب بالتأكيد أيضا زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر يا دكتور كان له علاقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أثر كثيرا في جذب هذه الاستثمارات. لسه كنت هقول لحضرتك ان اكبر دوله متلقيه للاستثمار الاجنبي في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه. صحيح. وان مش بس الدول الناميه انما الدول المتقدمه بتتنافس، بل وفي بعض الاحوال تتقاتل على جذب الاستثمارات الاجنبيه. الدوله المصريه من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي نجحت في جذب مجموعه من الاستثمارات سواء في قطاع البترول والغاز، في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقميه وصناعات ما يسمى بتعهيد الخدمات. أيضا لدينا مجموعة من الاستثمارات، أخيرا الصفقة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في رأس الحكمة، وهي صفقة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لدينا في برنامج الطروحات للمحطات الكهرباء وبعض البنية الأساسية، كان عندنا بعض البنية الأساسية بنظام الـ PUT، وعندنا منطقة قناة السويس دي واحدة من أهم مناطق جذب الاستثمار الأجنبي عالميا في السنوات الأخيرة. ولكن الـ FDI أو الاستثمار الأجنبي المباشر لما بيروح لدولة، وهنا بنفرق ما بين حاجتين: استثمار بنقول عليه قصير المدى أو اللي بيقولوا عليها الهوت ماني، هو في أذون الخزانة وفي الأوراق المالية في البورصة. وهذا الاستثمار هو رغم عيوبه أنه مؤقت وأنه يتحرك وفقا لأسعار الفايدة والعوائد، إلا أنه في بعض الأوقات بيكون له مزايا، لأنه في بعض الأوقات بيبقى عندنا ندرة من العملة الأجنبية، دخول هذه الأموال تصبح
حل مؤقت لحين انتهاء الأزمة وقدرة الاقتصاد على جذب استثمار أجنبي اللي هو النوع الثاني بقى اللي هو طويل الأجل. أيوة. استثمار الأجنبي طويل الأجل اللي بيجي عشان يبني مصانع، اللي بيجي عشان يعمل استثمارات عقارية ضخمة، بنتكلم على استثمار يقعد 10 و20 و30 سنة. مستدام يعني. بالضبط، ده محتاج سياسة اقتصادية واضحة، سياسة ضريبية مستقرة، معدلات تضخم منخفضة، سعر صرف وسياسة نقدية مستقرة علشان يقدر المستثمر يعمل دراسة جدوى ويقعد لفترة طويلة. وبالتالي برامج الإصلاح الاقتصادي هي شرط ضروري إذا ما نجحت في إن هي تعمل الاستقرار الاقتصادي والوضوح الاقتصادي ده بشكل كبير جدا. صحيح. عشان يجي لنا استثمار أجنبي قبل الشرط الاقتصادي. واسمح لي شادي وبعتذر لو كنت طولت. الاستقرار الأمني، الاستثمار في الأمن الداخلي، الاستثمار في الأمن الخارجي، وجود قوات مسلحة قوية بحدود لدولة قوية، أمن داخلي قوي، مفيش عمليات إرهابية، ده هو الشرط الضروري قبل كل الشروط الاقتصادية اللي احنا قلناها. لأن بدون هذا الشرط الضروري لا يمكن الاستثمار أجنبي إن هو يجي أكيد. دولة غير مستقرة سياسيا أو أكيد. غير مستقرة أمنيا. أكيد. وبالتالي اللي نجحت فيه الدولة المصرية من 2014 خل استقرار أمني، خل استقرار سياسي واستقرار مؤسسي. عندنا مؤسسات الدولة المصرية كلها تعمل ومستقرة، مؤسسة رئاسة وبرلمان ووزارات وغيره، ثم السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي سواء من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول اللي ابتدى تطبيقه في نهاية 2016، ولولا جائحة كورونا كنا هنستكمل هذا البرنامج ونعيد الآن صياغة الأولويات وصياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي من جديد في 2024 في مواصلة موضوع النمو والتنمية الاقتصادية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان.